على الجانب الاخر يا دكتور، احنا برضو لما نيجي نسال وجهه نظرك في التشكيله اللي ممكن تلعب في النادي الاهلي. طيب بدايه هي تفرق بس هم يلعبوا 4 1 4 1 ولا 4؟ لا من وجهه نظرك بقى انت اللي انا هتكلم لو اتكلمت على بايرن هقول اصل ممكن بكره نظرا للسفر اللي هم عملوه، انا سمعت ان ممكن كيميتش ما يبتديش ويبتدي توليسو، ممكن ما يبتديش بجنابري وسوري وكومان اللي يبتدي، ممكن برضو ليفاندوفسكي ما يبتديش ويبتدي تشوبو موتينج. فانت على حسب الفرقه انت هتلعبها، لو هم يلعبوا 4 1 4 1 انا رايي نلعب 4 3 3 فلات، 4 3 1 2 مش 4 3 1 2، والاثنين اللي على الطرف دول هيدافعوا، ولو هيلعبوا 4 3 2 1 لو هيلعبوا سوري 4 2 3 1 لازم تلعب 4 2 3 1 زيهم، لان انت مش هتقدر الاثنين اللي في القلب دول واحد منهم بيقف والطرفين بيزيدوا، فانت لازم الاطراف بتاعتك تنزل تدافع لحد تحت. فانا وجهه نظر يعني ان انا لو هبتدي بكره، طبعا كلام كابتن عادل كله كلام كل واحد بيبقى ليه فكره يعني. طبعا الشناوي ممكن اكون مع كابتن في بيكهام، لان انت عندك اتنين سرعة جدا وبيهاجموا كويس جدا، اذا كان ديفيز ومعاه جنابري بقى او كومان اي حد يعني الاثنين، هو اي حد بيطرف كويس ما هو ده بيلعب ثاني ساعات، هم اي واحد اي اثنين من الاربعه بيلعبوا يعني مش قصه كبيره عندهم، وقلبه كمان بيروح من الناحيه دي. بس قلبه كابتن ممكن نوقفه بالسترايكرز اللي انا هقول لحضرتك دلوقتي، فممكن يبقى رمضان او هاني اي حد من الاثنين يعملوها، بس رمضان دفاعيا اقوى فعلا، بدر وايمن اشرف وعلي الثلاثه اللي هيلعبوا زي ما الكابتن قال، بس انا رايي ان ده يبقى فعلا فتحي ومعاه حاجه غريبه شويه يعني ديانج واكرم توفيق، والعب بثلاثه ديستروير في نص الملعب. ليه ثلاثه ديستروير في نص الملعب؟ لان انا لعبي كله هيكون على لما اقطع هلعب ازاي. انا دلوقتي مش عايز احضر، هتقول لي طب وفين 8؟ مفيش واحد في الثلاثه بيلعب 8، الثلاثه بيلعبوا 6. هقول لك لا، ديانج ممكن يكمل بيلعب 8 ساعات، واكرم ساعات كتير بيزيد وبيلعب 8، بس انا دلوقتي مفيش حد هيزيد بوكس تو بوكس ياخد الكره ويجري، لانهم عندهم الضغط في كل حته، الكره بتتقطع منهم بيعملوا كماشه وبيضغطوا في نص الملعب من كل حته. فانا دلوقتي اهم حاجه عندي امتى نقطع الكوره واسلم، ولما اقطع لازم العب في العكسيات ورا الباكات، لان انت عندك الاربعه زي ما كابتن قال بتوع خط الدفاع بتوع فرقه البايرن في نص الملعب على الدايره، تحت الدايره مفيش اكتر ما بينزلوش تحت الدايره، عشان كده بتلاقي على طول نوير واقف فين؟ قدام الدايره بتاعت ال 18 عشان يلعب ليبرو، ودي على طول موجوده معاه وبيعملها على طول. طب يبقى الحل ايه؟ الحل اي واحد من الثلاثه دول يقطع هيسلم لطرف من الطرفين، مش هيقدر يحط حتى الاسترايكر. ما انا عشان كده بقول لك 4 3 زي ما قلت كده، واحد الوحيد اللي هيمسك كرة في الملعب وعنده هتبقى عنده اريحيه انه ينقي الكوره او لما تجيله يسلم بره وهو قفشه، واثنين طرفين مش هلعب بالراس، ده وجهه نظر يعني، هلعب براسين حربه عكس بعض اللي هو بوليا شمال وشريق في يمين او كهربا يمين اي حد من الاثنين، ويستحسن كهربا لان كهربا ممكن يرجع يدافع مع ديفيز خاصه في الناحيه الشمال، بوليا ممكن ينزل يدافع مع بافار لو لعب ناحيه اليمين، واللي هينزل من الراس حربه دور مع الهجمه الثاني هو اللي هيبقى سترايكر. فاهمنا يا كابتن انا قصدي ايه؟ قصدي ان الاثنين راس حربه دول مش هيدافعوا على الاثنين القلب. تلعب يعني 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 يبقى 3 ديستروير قدامهم قفشه الوحيد اللي بيستلم كوره، واثنين سترايكر على ال 18 بحيث لما الكوره تبقى هجمه لينا يخشوا الاثنين جوه، واحده تتقطع واحد بيدافع مع الباك. انا برضو هاخد فيها راي الكابتن عادل، بس هطلع فاصل عشان عمالين يزعقوا في وداني. طب لا محدش يقدر يزعق لك يا اسلام وانا قاعد، والله بيزعقوا ربنا يستر. لا عيب يا جدعان، ما ينفعش يا جماعه كده يعني. ما طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع كابتن عادل ودكتور احمد.